طيب معنا مين؟ استاذ محمد بيومي الخبير طيب استاذ بيومي، استاذ محمد بيومي طبعا خبير اللوائح والاجراءات الخاصه بالاتحاد المصري لكره القدم بتسليم الدرع، يعني برضو انا وضحتها لكن من خلال حضرتك استاذ محمد يعني نتمنى برضو لو في ايضاحات اكتر في هذا الوضع يبقى كتر الف خيرك. استاذ محمد تحياتي لحضرتك. مساء الخير يا كابتن فاروق. تحياتي لحضرتك. تحياتي. الله يخليك. تحياتي ليك وللساده المشاهدين. يعني بنتكلم على تسليم درع الدوري، شيء طبيعي. نعم. يعني شيء طبيعي ان هو يتسلم. دي مسؤوليه الاتحاد، هو الاتحاد بيحدد الاجراءات وموعد التسليم. اما موعد استلام الدرع طبقا للائحه، النادي الفائز اللي هو السابق السنه اللي فاتت الاهلي يجب ان يسلمه قبلها ب 15 يوم. ما استلمش قبلها ب 15 يوم لان الاتحاد مثلا ما طلبوش، لكن اول ما طلب الدرع الاهلي سلموه بسهوله ويسر وانتهى الموضوع. النقطة الثانية، الاتحاد يحدد موعد تسويق البطل الجديد، يحدد موعد التسليم وطريقة التسليم، وإذا كان هناك احتفالية معينة، وفي جزء بيخص النادي وجزء بيخص الاتحاد، يعني مجموعة من الإجراءات، بس يتفق الاتحاد والنادي على هذه الإجراءات. تمام. ده الموضوع. تمام. احنا طبعا الامور بتبقى سلسه وبسيطه، وكل الانديه يعني بتحت يعني الموضوع ما دام في لوائح اكيد الاحترام اللوائح هو رقم واحد. ده اللي حصل من خلال طبعا النادي الاهلي وتسليمه درع الدوري للاتحاد المصري لكره القدم. خليني اسالك حاجه خاصه بامور ممكن تكون موجوده في الدوري الممتاز، وعلى سبيل المثال بعض الانديه يعني ممكن نسمع انها ممكن تخصم منها ثلاث نقاط. فكره عدم دفع المستحقات بالنسبه للاعبين، هل ممكن يهدد بعض الانديه من خلال طبعا حكم ممكن يجي من الاتحاد الدولي او الاتحاد المصري ممكن يعمل كده؟ طبعا الاتحاد الدولي هو اللي بيعمل النقطه دي بخصم نقاط معينه او ثلاث نقاط من النادي اللي ما بيدفعش مستحقات اللعيبه، ده ممكن يبقى موجود في الفتره القادمه لبعض الانديه؟ ده سؤال مهم جدا. وكمان في استفسار كتير من الجماهير حول حقيقه الامر ومواقيله حول تعديل اللوائح، لكن خلينا نتناول الامر من الجانب الدولي، لان الجانب الدولي هو اللي احنا بنسترشد فيه ايضا محليا، يعني انا اقصد اللوائح الدوليه. انا عايز اتركز معايا يا كابتن فاروق. انا مركز ولو معاك. وانا بتكلم معاك. اي سؤال في النص اساله على طول. على طول معاك. ماشي. عندما تحكم محكمه التحكيم الرياضي حكم في اي قضيه، اولا هذا الحكم هو حكم نهائي غير قابل للطعن او الاستئناف. تمام؟ تمام. دي النقطة الأولانية، أن هذا حكم نهائي واجب التنفيذ. هيتنفذ. في قضايا كرة القدم وكل القضايا الأخرى، من المعني بالتنفيذ؟ المعني بالتنفيذ هو الاتحاد الدولي لكرة القدم. قضية يد يبقى الاتحاد الدولي لكرة اليد وهكذا. ترسل محكمة التحكيم الرياضي الحكم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بتنفيذه. الفيفا بيبعث هذا الحكم الى لجنه الانضباط. لجنه الانضباط بتطلب من النادي تنفيذ الحكم. طلب ودي عادي بسيط، انت عليكم مبلغ قد كده ادفعوه، يدفع في خلال شهر من تاريخه. يجي النادي ما دفعش. طبعا في الاخطار دوت يتم ابلاغ النادي بانه ستكون هناك عقوبات اضافيه اخرى إذا لم يتم تنفيذ هذا الحكم. تمام؟ هنا هقف وأحكي وأقول لك في لائحة الانضباط، لأن لجنة الانضباط هي المسؤولة عن التنفيذ ولها لائحة خاصة. لو جينا نقرأ العقوبات اللي بتوقع على الأندية في حالة عدم التنفيذ بنلاقي العقوبات متدرجة. يعني إيه متدرجة؟ يعني بتبدأ من السهل إلى الأصعب أو الأكثر أو كده. بتبدأ من لفت نظر أو إنذار، وبعدين خصم، آسف، لفت نظر أو إنذار، وبعدين منع قيد. منع قيد، أوكي. منع قيد الأول. منع قيد دوت ممكن يكون لفترتين لأربع فترات، يعني دايماً بيبقى زوجي. مفيش نادراً يبقى منع قيد لفترة واحدة. تمام. إذا النادي ما نفذش تبقى خصم نقاط، وبعدين غرامه ماليه وتنزيل درجه النادي ووقف النشاط. ما قيل ان
اللائحه اتغيرت؟ لا، هذا نص صحيح. اللائحه لم تتغير، اللائحه زي ما هي، اللائحه العقوبات متدرجه، خصم النقاط لا زال موجود زي ما هو في حاله تقاعس او امتناع النادي عن تنفيذ العقوبه. أنا مستعد لأي سؤال. لا، هو العقوبة مثلا أنا بتكلم على مستحقات، فبالتالي هل دي عقوبة؟ يعني أنا دلوقتي لاعب اشتكى نادي إن هو عنده فلوس، وبالتالي اللجنة أو المحكمة المحكمة الرياضية حكمت بإن اللاعب ده ليه فلوس والنادي ما دفعش، هل ده يعتبر بقى الاتحاد الدولي أو اللجنة نفسها أو المحكمة الدولية الرياضية طبعا هي بتدي بقى حكم بالخصم؟ هي دي النقطة اللي أنا عايز أوصل لها. النقطة اللي حضرتك قلتها، المحكمة بتصدر الحكم بتاعها فقط. وبتخرج من الموضوع. يروح الاتحاد الدولي لكرة القدم عشان ينفذ. وبعدين معلومة لكل الأندية ولكل العاملين، عندما تصدر محكمة التحكيم الرياضي حكم هيتنفذ بكرة، هيتنفذ بعده، هيتنفذ. بس ممكن يتنفذ مع عقوبات إضافية، وممكن يتنفذ هو بس اذا النادي التزم بدفع المبلغ. لكن الانديه كلها يجب ان تكون في منتهى الحذر في هذا الامر بخصوص احكام طيب محكمة. طيب موقف نادي الاسماعيلي مثلا في ان كان تم لما خصم منه ثلاث نقاط يعني ده هيتنفذ طبعا. طبعا. في بقى سؤال ثاني مهم جدا. اتفضل. لا قدر الله نادي صدر حكم ضده بخصم نقاط في الدوري بتاعنا اثناء سريان الدوري. متى يتنفذ الحكم؟ يتنفذ الحكم دوت على اخر ماتش. اذا الدوري ده ما خلصش وصدر الحكم يبقى يتنفذ في الدوري ده. اذا صدر الحكم بعد انتهاء الدوري يبقى هيتنفذ في الدوري الجديد. في الدوري الجديد. وبرضه هيدفع الفلوس.